لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. محشي ورق العنب، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في محشي ورق العنب والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في محشي ورق العنب للجرام الواحد، السعرات الحرارية 1.5 سعر حراري، بروتين 2% جرام، كربوهيدرات 17% جرام، دهون 5% جرام. القيمة الغذائية في محشي ورق العنب لل 100 جرام، السعرات الحرارية 150 سعر حراري، بروتين 2.2 جرام، كربوهيدرات 17.4 جرام، دهون 5.2 جرام. القيمة الغذائية في محشي ورق العنب لصابع صغير بوزن 15 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 22 سعر حراري، بروتين 33% جرام، كربوهيدرات 2.6 جرام، دهون 78% جرام. القيمة الغذائية في محشي ورق العنب لصابع متوسط بوزن 20 جرام، السعرات الحرارية 30 سعر حراري، بروتين 44% جرام، كربوهيدرات 3.5 جرام، دهون 1.4 جرام. القيمة الغذائية في محشي ورق العنب لصابع كبير بوزن 24 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 36 سعر حراري، بروتين 52% جرام، كربوهيدرات 4.2 جرام، دهون 1.2 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.